أعلنت الأمم المتحدة العمل مع مختلف الأطراف في السودان من أجل الوصول إلى وقف للأعمال العدائية. وحذر المتحدث باسم المؤسسة الدولية ستيفن دوجاريك من أن الاشتباكات تخلق مناخا شديد الخطورة على المدنيين. رأينا عددا كبيرا من التقارير عن المضايقات والترهيب والاستيلاء على المباني ونهبها. هناك قتال مستمر في الخرطوم بالمدفعية الثقيلة والطائرات النفاثة والأسلحة الصغيرة، ويخلق هذا مناخا شديد الخطورة على المدنيين وعلى موظفينا العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين. ولهذا السبب نواصل العمل مع الأطراف من أجل محاولة الحصول على وقف للأعمال العدائية. أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن مهمة الجيش الألماني لإجلاء نحو 150 ألمانيا من السودان توقفت اليوم بسبب الاشتباكات الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم. كما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت استعداداتها لإجلاء نحو 60 يابانيا موجودين في السودان. من جانبه قال السفير الروسي في الخرطوم إن بلاده تدرس إجلاء موظفيها من السفارة، لكنه شدد في المقابل على أن موسكو لن تتخلى عن السودان في ظروفه الراهنة. أعود إلى ضيوفي مجددا. دكتور أمين إسماعيل، في قبل قليل كان في بيان أيضا للجيش السوداني عن أمر تحدث عنه مراسلنا قبل قليل، وهو رصد بيع أسلحة للمواطنين في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع وبأسعار مخفضة. الجيش السوداني ناشد المواطنين الإبلاغ عن هذه الحالات ورفض موضوع شراء هذه الأسلحة. إلى ماذا يشير ذلك إن صحت هذه التهم؟ يعني شراء الأسلحة، لماذا يشتري المواطنون الأسلحة؟ هل للدفاع عن نفسهم أم يتم تزويدهم بالسلاح لتعقيد الموضوع أكثر مستقبلا؟ يبدو أنه الدكتور أمين انقطع الخط به، ما عاد معنا الآن. طيب أستاذ عثمان ميرغني، إذا كنت معنا أستاذ عثمان، ما تعليقك على هذا البيان، بيان الجيش الذي يحذر من بيع السلاح للمواطنين من قبل قوات الدعم السريع بأسعار رخيصة في الخرطوم؟ ماذا يعني هذا الأمر؟ نعم طبعا، يعني قد يحدث مثل هذه الحالات، لكن لا أعتقد أنها تكون حالات كثيرة للدرجة التي يمكن أن تشكل خطر على أمن المجتمع أو على أمن العاصمة، لأن من المفهوم في ظل أوضاع مثل هذه وعدد كبير ضخم جدا من الجنود وتوزيع وانتشار كبير خاصة داخل الأحياء، من الممكن أن تحدث مثل هذه الحوادث بشكل فردي، يعني في مناطق معينة بعيد من الرقابة. وبالضرورة لا أعرف من هو المواطن الذي يرغب في مثل هذه الظروف شراء الأسلحة، لأن السلاح الآن لا يحمي، السلاح يحمي في حال الخوف من يعني وضع أمني يرتبط بوجود مناطق فيها انعدام الأمن لأسباب تتعلق باللصوص أو أشياء زي مثل هذه. يعني ليس حرب بهذا الوضع، يعني ما الذي يستفيد منه مواطن أن يعني يمتلك بندقية بينما قاذفات الصاروخية تأتي من بعيد للمكان الذي هو فيه؟ يعني أنا أعتقد ستكون تصرفات فردية محدودة جدا، وهي في الوضع الراهن الآن ليست مشكلة، إنما ستكون مشكلة في وضع يعني لاحق بعد ذلك. ففي تقديري أن الأمر الآن هو يعني هذا البيان يعني هو إشارة وتلميح لأن القوات الأخرى، قوات الدعم السريع انهزمت، وأن منسوبي هذه القوات الآن يتخلصون. ممكن يعني أن يكون هذا. طيب أستاذ عثمان، طيب الآن محاولات قوات الدعم السريع للسيطرة على القيادة العامة، مبنى القيادة العامة، حتى الآن بدأت بالفشل، يعني منذ اليوم الأول، ومن وقت لآخر نسمع يعني ارتفاع صوت إطلاق النار والتفجيرات في محيط المبنى. ماذا يعني السيطرة على هذا المبنى بالنسبة لقوات الدعم السريع، خصوصا وأنه الجيش يتحدث عن
إحكام طوق أمني على الخرطوم. يعني الآن معارك معظمها التي نتابعها اليوم كلها أو معظمها في الخرطوم وليس في خارجها. نعم، هذا هو هدف الاستراتيجي بالنسبة لقوات الدعم السريع، الوصول إلى وضع اليد على القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، لأنه ذلك يعني إيقاف العملية بصورة كاملة وتحييد الجيش وهزيمة الجيش حقيقية، يعني هي العبارة الأدق، وهذا هو الهدف النهائي الاستراتيجي الذي تريد الوصول إليه القوات الدعم السريع. بمعنى آخر، استيلاء قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري ليس له تأثير كبير في الأمر باعتبار أنه هو ليس المستهدف، الهدف المطلوب هو القيادة العامة وليس القصر الجمهوري، ويبدو أن الجيش يدرك ذلك ولذلك يحاول أن يبعد هذا الاحتمال بأي صورة من صور، وأن يحافظ على العمليات في المناطق الأخرى، لأن الآن هناك نوع يعني خطان متوازيين، خط الذي يقوده الدعم السريع في الضغط والتركيز فقط على القيادة العامة، بينما الجيش يحاول أن يتأكد من وضع يده على كل القواعد العسكرية التي تدعى للدعم، كأنما هو يقطع الخطوط الخلفية ليتمكن بعد ذلك من اللعب على عامل الزمن، لأن العمليات التي تجري في القيادة العامة هي لن تكون طويلة بحكم أن قوات الدعم السريع ستحتاج إلى المؤن، ستحتاج إلى أن يكون لديها خطوط إمداد، فهو سيكون الجيش في انتظار استهلاك كل الطاقات وكل الذخائر وكل المجهود في هذه المحاولات، بينما هو يعمل في نطاق آخر لتجفيف كل الموارد وقطع كل خطوط الإمداد الخلفية. فهذه أعتقد الاستراتيجية التي يعمل بها الطرفان، وهي حتى الآن تبدو متماسكة بالنسبة للجيش باعتبار أنه تقدم كثيرا في وضع يده على المقررات والقواعد الأخرى، وتبقى فقط المعارك التي تدور في القيادة العامة، وهي حتى الآن تدور بصورة شرسة جدا وعلى مدار اليوم، يعني هي العمليات الرئيسية التي يسمعها الناس، يسمعوا الأصوات الانفجارات منها. طب يعني أفهم من كلامك أن إطالة أمد الصراع إذا طال لا سمح الله هو تكتيكيا في مصلحة الجيش، يعني يزداد قدرته على الحسم، وأن الوقت في صالح الجيش ليس في صالح قوات الدعم السريع. نعم، لأن الجيش في بيته، يعني هو يقاتل من داخل حريمه، ولذلك وضعه أفضل كثير، وهو في وضع الدفاع يعني وليس وضع الهجوم، الذي يهاجم دائما هو الذي عليه أن يجتهد في وضع التكتيكات وتوفير كل العوامل التي تساعد هذا الهجوم، بينما الذي يحتمي داخل بيته وينتظر الآخر عادة لديه خطة ثابتة للدفاع مستمرة، خاصة أن هناك عامل الطيران وهو ميزة لصالح القوات الدعم قوات الجيش السوداني، يساهم من نطاق آخر في تخفيض حدة الهجوم. فمع مرور الزمن ستستهلك جهود قوات الدعم السريع والذخائر والمؤن والأفراد في هذه العمليات، ومع استعطاء دخول قيادة القوات المسلحة السودانية سيؤدي ذلك إلى وهن كبير في الهجمات نفسها، وسيكمل الجيش عملياته الخارجية وسيتفرق بعد ذلك للقيادة العامة فقط.